لا شك أن الكتل السياسية يعني تسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر، وهي تتحدث من خلال مفاوضاتها مع الكتل السياسية الأخرى، ولكن نحن نقول أن الكتل السياسية الأخرى لا تمتلك ما يمتلكه محور سائرون، إذ أن محور سائرون والحكمة الوطنية التأم منذ زمن بعيد، وتصريحات الدكتور إياد علاوي والسيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر في يعني منذ زمن تصب بهذا الاتجاه، ولا يوجد هناك اختلاف، بل هناك توافق كبير جدا على المنهاج الحكومي وعلى البرنامج السياسي لإدارة الشأن العام وإدارة الدولة العراقية للمرحلة المقبلة. لذلك كان هذا التحالف هو النواة الرئيسة لتشكيل الحكومة الأكبر، مما أدى إلى مؤخرا يعني مجيء السيد العبادي إلى هذا التحالف والتئامه مع المشروع الوطني الذي يحمله سائرون. ومن ثم فإن الكتل السياسية من حقها أن تعلن عن قرب تشكيل الحكومة الأكبر، ولديها الحق في طرح هذه الطروحات على اعتبار أن الأحزاب السياسية كلها تسعى لتشكيل الحكومة، ولكن هذا كما نعتقد نحن ومن خلال دراسة الواقع السياسي على المستوى الداخل الأحزاب السياسية أنها تسعى من خلال التصريح بذلك لاستقطاب الآخرين، ربما الكتل الصغيرة، على أساس أنها سوف تشكل ما إذا التأمت معها رقما صعبا. لكن في النهاية أنه نقول أن تحالف سائرون شكل كتل سياسية كبيرة وأرقام صعب يعني مجاراتها وصعب اللحاق بها، ونعتقد أن الأيام المقبلة القريبة جدا سوف تشهد تشكيل الحكومة وفق المنهاج الذي وضعه سائرون ووفق البرنامج الحكومي والسياسي المرجو تطبيقه في المرحلة القادمة.